بعد صدور نتائج الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، حصد طلاب محافظة الحسكة درجات متميزة. وعلى مستوى سوريا، نال الطالب تيم الخضر من مدرسة الشهيد حنا عطلة بمدينة الحسكة العلامة التامة، محققا هدفه بدخول كلية الطب. أنا كان عندي ثقة أنه من قبل ما أبلش بالامتحانات يعني أنه أجيب العلامة الكاملة. تيم أكد أن التفوق والتميز هما نتاج تنظيم الوقت واستثماره بالشكل الأمثل ما بين الدراسة والراحة. تنظيم الوقت كان يعني هو أهم أسباب النجاح. كنت أخلي المواد الحفظية الصبح وأدرس المواد الفهمية يعني المساء وبالليل بشكل دائم ومستمر، يعني يوميا كنت أدرس وما كنت أراكم الدروس، هذا أهم شيء. يعني الجيل الحالي هو اللي بده يعمر سوريا يعني، فدائما يعني نحن لازم نكون يعني أهل لهالشيء، إنه نحط ببالنا إنه نحن يعني المستقبل هو مستقبل سوريا بالأول والأخير، مستقبلنا نحن. فيعني أكيد إنه يعني لازم يعني الواحد يكون عنده مسؤولية إنه يتحمل مسؤولية مشان يعيد إعمار سوريا يعني من أول وجديد. والد الطالب أشار إلى أن العائلة كانت السند له لتهيئة الجو المناسب لدراسته ودعمه ومساندته ورفع معنوياته من أجل تحقيق النجاح والتميز. رغم وجود الاحتلال الأمريكي في أرضنا، أرض الجزيرة، أرض الحسكة الخضراء، نعيش ظروف صعبة، أما إحنا تغلبنا عليها في تأمين الظروف المناسبة لتفوق تيم. تهيئة الظروف المادية والجو المناسب وتشجيعه كماديا ومعنويا بالنسبة للحصول على أعلى درجات التفوق وهي التميز. رغم كل الصعوبات التي يعاني منها قطاع التعليم بالحسكة جراء ممارسات ميليشيا قسد الانفصالية، لم تكن إلا حافزا ورسالة من طلاب الحسكة أن لا شيء يقف أمام استكمال تحصيلهم العلمي. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.